ورجعنا لكم تاني. وفكرتنا اللي جايه فكره مهمه قوي لاي اتنين كابلز فرحهم قرب. دايما قبل الفرح بيبقى في ضغوط كتيره، توضيب الفرح والشقه والهانيمون، والضغوط دي للاسف مش بتبقى ماديه بس، بتبقى نفسيه كمان. ضيفتي النهارده حقيقه عامله مشروع حلو قوي، بتساعد اي عروسين يعملوا فرح على قد ميزانيتهم، ومش بس كده بتساعدهم من الناحيه النفسيه كمان. ضيفتي النهارده احلام علي، ويدنج بلانر وصاحبه مبادرة فرحك على قد ميزانيتك. مساء الخير ومنوراني. وارجع اقول تاني عاجبني جدا المشروع بتاعكم حقيقي. يعني اولا مساء الخير، مبسوطه قوي ان انا معاكي ومبسوطه قوي ان الفكره عجباكي. حقيقي يعني اكيد بتساعد فيها ناس كتير. تشرفني. بس عرفي المشاهدين اكتر انتوا بتعملوا ايه بالظبط. بصي، احنا شركه زيركون برودكشنز، احنا شركه ويدنج بلانر. اكزاكتلي التيم اللي بيشتغل في الشركه احنا بنطلق عليه اسم سنوبول تيم ايفنتس. الاسم ليه معنى انه كل الناس بتشتغل معايا عامله زي كره التلج. المفروض ان هي، احنا دايما نقول ان هي كل ما تتخبط وتتضرب وتتزق كل ما بتكبر وبتبقى صلبه وقويه. دي يعني مقدمه لازم للتيم اللي شغال معايا. انا يعني بحبهم جدا، ولولاهم ما كانتش أكيد الشركه أكيد موجوده. يعني هي الفكره انه احنا بنشتغل بطريقه ان احنا بنحاول نعمل احسن ايفنت. وفكره احسن ايفنت، ودايما الناس تقول لك ويدنج بلانر اصل بتعمل الديكور، لا، هو الويدنج بلانر بيعمل كل حاجه من A to Z. فالفكره انه احنا بنحاول بقى من A to Z ان احنا نمسك النيتس بتاعه العروسه والعريس بالبادجت بتاعتهم، الميزانيه اللي هي اللي هم عايزينها، ونقعد نعمل التباديل والتوافيق اللي تخليهم بالعكس بقى. يعني دايما الكونسبت عند الويدنج بلانرز اللي هو ايه، احنا نعمل اعلى حاجه ونجيب اخر حاجه واحدث صيحه والكلام ده كله. احنا الحقيقه الفيجن بتاعتنا لقينا انه مش دي الشطاره، لانه في الاخر لو انت معاكي ميزانيه مفتوحه، طب فين المشكله؟ هتجيبي احدث حاجه في الدنيا. لكن لما هي اللعبه بقى انك تبقى لما يبقى الميزانيه مش مفتوحه بالظبط، وتحاولي تطلعي كل القصه. احنا عملنا الهاشتاج، احنا من بدايه الشركه واحنا عندنا الهاشتاج ده، هو اللي احنا بدانا عليه شغلنا. قعدنا نعمل التباديل والتوافيق، عملنا فكرة مع بداياتنا اسمها الماني فرح. كان بيجي لنا شكاوي كتير قوي من طب خلينا الاول قبل الميني فرح. أوكي خلينا في الفرح العادي. انا دلوقتي لو اتنين كابلز جولك، هم بيقولوا لك احنا معانا المبلغ ده، انت اتصرفي، بتعملي ايه؟ بتشوفي قاعة على قد، يعني فهمينا بتعملي ايه في الفرح العادي. بصي، الاول احنا عندنا القاعات بتاعتنا، ودي بتقلل طبعا الكوست قوي، لانه معظم المشاكل او العلو الكوست بيبقى في من القاعة. والانتقالات بقى، ان انت بتنقلي معدات وتجيبي معدات وكده، دي بتعمل مشكلة كبيرة. لكن احنا في القاعات بتاعتنا بنبقى عاملين بيزك سيت اب، وبنبتدي بقى نعمل عليه ابجريد او داون جريد على حسب الميزانية. طب وهم بيدفعوا ثمن القاعة برضو، تأجير القاعة، وعلى حسب اللي هم معاهم بالظبط بتعملي التوضيبات. بنعمل التوضيبات. طب في ناس كتيره ممكن تقول لا مش مشكله، انا اروح استلف، انا مش مهم، هم فرح يبقى حلو. ده بتتصرفي معاهم ازاي؟ هي دي بقى المبادره اللي احنا بنتكلم فيها، ان احنا بنبقى زي ناس كتير دلوقتي بقت بتتكلم او بتحاول تعلم الناس انه على فكره مش عشان نطلع الحاجه حلوه او الحاجه تبقى مناسبه لينا انه لازم ندفع فيها اعلى رقم. حاجة. المهم ان الحاجه تناسبنا. نفس كونسبت حتى اللي انت بتتكلمي بيه، والله انا المفروض ان انا لو الشيب بتاعتي شكل ما، المفروض ان انا انقي الحاجات حاجة اللي تليق معايا مش الموضه. نفس الكونسبت. طب قولي لي حاجه، دايما بتبقى المشكله المعازين، عايزين يعزموا معازيم كتير، ويمكن دي اللي بترفع التكلفه. فلو لما البادجت معاكي ما بيكونش عادي، بتعملي ايه في موضوع المعازيم دول؟ بصي، احنا دايما نقنعهم انه اللطيف ان احنا بنعزم اقرب الناس اللي بتبقى فرحانه لنا بجد، مش الناس اللي جايه تنتقد. بيقتنعوا ناس كتير جدا. أوكي. بتقتنع بده ان احنا نقلل العدد
وان احنا نقلل العدد ونقدم حاجه احسن ونحط جزء اكبر في البادجت من البادجت في الديكور، نزود حاجات في الاكل، حاجات في البوفيه كده، والدنيا والناس بتمشي مبسوطه والناس بتبقى مبسوطه. طب قولي لي بقى حكايه الميني فرح ده. بصي بقى، الميني فرح ده كان احنا بنسمع طبعا كتير من الكلاينتس، يعني كل الناس تبقى جايه زعلانه قوي من كاتب الكتاب اللي هو بيبقى في القاعات او الحاجات اللي هي مساجد او كده. ليه؟ لان هي بتبقى ساعه وبيفضلوا يقولوا للناس يعني يلا عشان اللي بعديكوا، يلا عشان اللي بعديكوا، في نفس الوقت بيبقوا مش عايزين يعملوا فرح، عايزين يعملوا حاجه والعروسه والعريس يتصوروا حاجات كده وخلاص، مش يعني مش عايزه اعمل حاجه كبيره. مش عايزه اعزم ناس كتير، مش عايزه اقدم اكل كتير. يعني انا هحط بادجت بقى في سفر، هحط بادجت في حاجه ثانيه كده. فقعدنا نفكر في طب ما نصغر الفرح، نعمله شويه ميني. فلعبنا بقى اللي هو اخذنا من الفرح عملنا مينيمايزيشن، قللنا في السباكس بتاعته، عملنا let's say مثلا سيت اب بشكل معين. ده فين؟ في الجامع يعني؟ لا، في القاعات. في القاعات. اوكي. مش في المسجد. اوكي. في اي قاعه سواء اوبن اير او اندورز بنعمل السيت اب بشكل معين. احنا طورناه طبعا مع الوقت. دلوقتي الاول كنا بنعمله زي المسجد اللي هو بالكراسي بس. دلوقتي بقينا نعمل الكراسي والترابيزات لان الناس بقت بتطلب، تقول لك لا لا خلينا ترابيزات عشان لو حد هيحط الشنطه، لو حد هيعمل حاجه. احنا خلينا نشوف شويه صور. ده ايه؟ قول لنا. ده الاوبن اير يعني من الاماكن بتاعتنا في النادي القطاميه. وانتوا بتبقوا دايما متفقين مع قاعات وحاجات معينه هي دي اللي بنتعامل معاها. بصي يعني حتى هم بيدوا لكم باسعار كويسه، فبالتالي انت تقدري تخففي على الناس. بالظبط، هم فيري سبورتيف والفكره عاجباهم، فبالتالي احنا بنتعاون مع بعض. نشوف اللي بعدها كده. اوكي يا جماعه غيروا الصور. ده برضو ايه؟ ده برضو نفس الحكايه الاوبن اير. انت عارفه طبعا الايام دي عشان الكورونا وكده احنا بنشتغل معظم الحاجات اوبن اير. طب ما الحاجه شكلها حلو اهو وجميله كده. بالظبط بالظبط. والمهم الناس اللي حوالينا يكونوا قريبين وموجودين وفرح وخلاص. بالظبط. طب وعايزه اقول لك ان احنا كمان بنعمل بوفيه، بس بنعمله حاجات ابيتايزرز بقى، حاجات بسيطه كده اللي هو حد هيجي فور تو اورز، حد جاي مش جاي ياكل، حد جاي يتبسط علشان بنقول له بنقول له يعني اهلا بيك وبنقدم لك حاجه بسيطه وخلاص. طب قولي لي حاجه واحنا بنتفرج على الصور كده، انا عرفت كمان ان انتوا عندكم سيشنز نفسي، لان طبعا اي عريس وعروسه انا بحس ان في ناس ممكن تتطلق قبلها بيوم من التوتر اللي بيبقوا فيه، فالسيشنز دي انا حاساها مهمه قوي، فكلمينا شويه عنها. بصي احنا زي ما انت بتقولي انه في حاجات كتير قوي يعني لمسناها اللي هي المشاكل والضغط النفسي بالذات بقى شويه اللي هم قبل الفرح، لو جايين يزودوا حاجات، ينقصوا حاجات، يعملوا تغيير في المنيوز في اي حاجه. فتلاقي كله مشدود قوي ومتنشن، وميبي الاثنين جايين قصادك ممكن يتخانقوا او الاهلين جايين بيشدوا مع بعض. فقلنا لا يعني عارفه ساعات نقعد نهدي الناس طب بالراحه وان شاء الله وشفايه وتطلع الحكايه لطيفه ومالكوش دعوه بالقصه، احنا هنبقى ريسبونسبل وبتاع. وبعدين شويه بقى بدانا يعني نتكلم، او انا بدات اتكلم مع صحابي وكده اللي هو يا جماعه الموضوع بقى كل يعني كل ما الزمن كل ما بيزيد كل الناس بتزيد. بالظبط. فبدانا نتكلم مع اخصائيين نفسيين اللي هو يا جماعه نقدر نعمل لهم ايه، قولوا لنا نقدر نعمل لهم ايه. ففي ناس عجبها قوي فكره هو ايه الله نعمل لهم ايه، طب ما احنا ممكن نخش معاكم مبادره واحنا نعمل سيشنز للناس دي سواء في جروبس او سيبريتلي سيشنز لوحدها ونبتدي نعملها حتى فيفر مع الباكج بتاعتنا دي ببلاش يعني. بالظبط كده. والله كل الناس اللي اتكلمنا معاها ناس لطيفه قوي، يعني عندنا دكتور احمد عصمت ده من الناس اللي بدات معانا المبادره، هو ده تخصصه اللي هي العلاقات الاسريه، ومش عايزه اقول لك بقى هو مبسوط قد ايه بالفكره وفكره ان هو هيعمل خدمه مجتمعيه. طب انت بتعمله بس للعريس والعروسه ولا للاهل كمان؟ لا وللاهل ومش لكل. الناس كمان اللي عملت عندنا الايفنتس بس. يعني احنا بنبقى عاملين سيشنز جماعيه باعداد كبيره واي حد حابب يحضر يشرفنا يعني. وده بيبقى كذا مره قبل الفرح
بيبقى سيشن. بصي بنحاول انه السيشنز تبقى مثلا مره في الشهر ونجمع فيها اكبر عدد من الناس ونعمل فيها اكبر عدد من الاكتيفيتي وكمان ورش العمل وحاجات سيرفيهات واسئله وكده بحيث انه احنا ناخد المشاكل ونبتدي نعلمهم يحلوها ازاي. طيب اكيد في ناس كتيره دلوقتي بتتفرج علينا، لو اي عريس او عروسه فرحهم قرب وعايزين يجوا لازم بيجوا لكم قبل ايه عشان يكون في مكان تعرفوا توضبوا الدنيا مده قد ايه؟ بصي هو يعني تقريبا في المتوسط بنتكلم ما بين شهرين وثلاث شهور. أوكي. لانه انت عارفه عقبال ما بيتفقوا على الميعاد بتاعهم لانه بيتغير 500 مره فعشان يلحقوا يظبطوا الدنيا، ومفترض ان هي بتحجز، ودي برضو غلطه دايما بيقعوا فيها ان هي ما بتحجز الكوافير والماكير وكل والسفر وكل حاجه بعدين ندور على القاعه. بالظبط. يا جماعه لا، هو احنا نشوف القاعه الاول ونأكسبت الميعاد اللي القاعه هتبقى فاضيه فيه وبعدين نشوف بقيه الحاجات الحاجة. لانه الفرايتي ميبي في القاعات ما تبقاش كتير لكن الفرايتي في الكوافير والماكير والسفر والاماكن بالظبط كتير. فدي اكتر غلطه بصراحه، فدي لازم قبليها على الاقل بشهرين او ثلاثه. بالظبط. طيب قولي لي حاجه، انتوا بتعملوا كل حاجه من اي تو زد ولا العريس والعروسه بيتدخلوا؟ بصي هل بيبقى في كتالوجات بيختاروا منها ازاي؟ بنشارك. هو لازم كل يعني خلينا نقسمها، مثلا لو الديكار عندنا فايلز كامله للديكوريشن بيختاروا الكوشه، السنتر بيس، شكل الكرسي، شكل يعني حاجة. كل ده بنختار. بنيجي للاكل، مينيوز كتيره بنختار منها، لا حابين حاجات اوبن بوفيه، لا حاجات سات مينيوز، حاجات بسيطه، اتس اوكي. كل حاجة بقى، لو احنا بنتكلم على البلاي ليست بتاعت الدي جي، لا كل حاجة بتبقى مترتبة معاهم زي اي فرح، حتى الماني فرح بنعمل فيه ده، وكل حاجة بالبادجت بتاعتهم قدامهم، هم يجوا بس يقولوا والله انا البادجت بتاعي اكس، انت بتوضب لهم كل حاجة. بجد انا شايفة مشروع هايل، اي اتنين هيتجوزوا يا جماعة هي موجودة اهي. وشيلوا يعني عشان اعصابكم تبقى هادية، ولو اعصابكم مش هادية في سيشنز تهدي الاعصاب كمان وكل حاجة. يعني لو ما حدش هيخرم برانا حقيقي. بشكرك جدا ويعني جود لك بجد. ثانك يو ليكي. هنروح دلوقتي تقرير هو عن حالات المايه البيضاء اللي بقت الكبار لكن بتصيب كمان الصغيرين، واوقات بتخلينا ما نشوفش كويس وبيبقى خطر جدا جدا في السواقه. خلينا نتعرف اكتر مع دكتور بيشوي جبريال استشاري طب وجراحه العيون وعضو الجمعيه الامريكيه لجراحه الشبكيه والجسم الزجاجي.